ازيكم، كيف انكم يا متابعين على قناة هدية الأكل والخبيث؟ ليصلكم كل جديد من وصفات السودانية المصرية الأفريقية، الرجاء أن تشتركوا على قناة هدية الأكل والخبيث. النهاردة هعمل معكم أكلة المفضلة السودانية، وهي البامية المفروكة بالشمار. فهنا عندي كيلو ونص من فخاد اللحمة الضاني المقطعة صغير. أول حاجة بعملها بحصل ليمونتين على اللحمة عشان تقتل كل البكتيريا وتفكك أنسجة اللحمة، وزائد على كده تصفي كل الدم بتاعها. عندي هنا برضو ملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من الفلفل، وحرشهم على اللحمة. طبعا اللي يفضل انك تعمل البامية المفروكة بالطازة، لكن هنا على حسب الموسم مش موجودة، فهنا هعملها ب 400 جرام بامية مجمدة اللي هي الصغيرة. وعندي على كده ربع كوباية من الشمار انا مقطعاه صغير. البامية المفروكة بتاخد توم كتير، فهنا عندي 12 حبة من التوم، وعندي ملعقة كبيرة ونص من الكزبرة. البهارات اللي هستعملها للشوربة، عندي هنا خشبة القرفة، حب الفلفل الاسود، ورق الغار، هبهان، وقرنفل، واهم حاجة اللحمة المستكة. والخضار اللي هستعمل للشوربة، هنا عندي 3 حبات من الثوم، 3 حبات من البصل، وقطعة جنزبيل وكرفس. هستعمل البريستو عشان اللحمة تستوي سريع معايا، وحضيف للمية بتاعتي ملعقة ونص من الملح. هضيف برضو كل البهارات بتاعتي والخضار بتاعي، وحبتدي هسخن المية على النار. ملاحظة، بعد ما عصرنا الليمون والملح والفلفل على اللحمة، خلاص اللحمة كلها صفت الدم بتاعها، فأنا هكب كل الدم ده. الأكل السوداني لازم يكون جنبه صحن شطة، فهنا هعمل الشطة اللي هي هتكون وجبة أساسية جنب البامية المفروكة. في الخلاط الكهربائي هضيف كبشة من الشطة الخضراء والحمراء، وممكن تضيفي أو تقللي، معاهم حبتين من الثوم، عصير الليمونة، وشوية طماطم، وحضيف لهم ملح. احنا السودانيين بنحب الشطة الحارة مع كل وجبة، فطبعا دي وجبة أساسية جانبية للبامية المفروكة، وحديكم طعم مختلف رائع. قوام الشطة الخضراء دي لازم يكون متوسط خشن، يعني ما يكونش سائل شديد وناعم شديد. في حلة البريستو بتاعي هبتدي هسخن اللحمة بكل البهارات بتاعتها عشان تديها طعم قبل ما أضيف اللحمة، فهنا ابتديت أضيف اللحمة بتاعتي. طبعا هنا اللحمة خلاص ابتدت وصلت لحرارة الغرفة، ما هتكونش باردة شديد أول ما أضيفها للمية السخنة، يعني ما هتجلدش معايا. أول ما المية تبتدي تغلي هيظهر على وجه الحلة كل الرغوة دي. الرغوة دي هي نوع من الزفارة، فلازم نشيلها ونرميها. نشيل كل الرغوة دي عشان تكون عندنا شوربة حلوة مبهرة وطعمة. هنا في صينية الفرن أنا محضرة ملعقة كبيرة من البابريكا، وملعقة كبيرة من الفلفل، وملعقة كبيرة من الكزبرة، وملعقة كبيرة من الملح، معاهم ملعقة كبيرة من الصلصة، وثلاثة فص توم مهروسين، معاهم ملعقة كبيرة من السمنة. طبعا دي هضيف عليها اللحمة السخنة أول ما تستوي، وهقلبهم وأحطهم في الفرن. هنا خلاص اللحمة استوت معايا، علشان كده هضيفها للصينية بالبهارات، وهقلب البهارات كلها عليها، اتأكد كل اللحمة اتغطت بالبهارات. بعد كده هضيف كوباية من الشوربة ليها، وهغطيها بالفويل وادخلها الفرن. طبعا لما بتدخل اللحمة في الفرن بالشوربة بتاعتها وتغطيها بالفويل، بتطلع مستوية مهرودة، بتفك كلها من العظام. اللحمة دي طبعا مستوية، لكن لما بحطها في الفرن لمدة نص ساعة بتتسبك زيادة مع البهارات بتاعتها. طبعا عشان الأكل يستوي سريع هستعمل البريستو، فهنا عندي البامية المجمدة، وحضيف لها لتر ونص من الشوربة بتاعت اللحمة، وحضيف برضو ملعقة صغيرة من الشمار، وبقية الشمار هعمله في السمنة. هغطي البامية واخليها تستوي في البريستو لمدة 25 دقيقة أو أكتر. هنا هبتدي احضر التوم بتاعي، فهنا عندي 12 حبة توم انا هرساهم، معهم ملعقة ونص من السمنة. هبتدي هحمرهم مع بعض لحد ما لونهم يبتدي يبقى ذهبي، بعد كده هضيف الشمار وهقلبهم مع بعض. ملاحظة، خلي بالك انتو بتحمر التوم وما تغمقي لونه وما تحرقيه، لازم يكون لونه ذهبي فاتح. بعد كده هتضيف سريع الكزبرة، وهنا عندي ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة.
اول ما حطيه في الكزبره هتحسيه هو نشف كله على بعض، ما تشيليش هم. انت اول ما حطيه على الباميه كله حيلين مع بعض. تاني هنا خلاص البامية بتاعتي استوت، وأنا جربت واحدة فأضفت طوالي التوم بالشمار والكزبرة عليها وهي وبتغلي، عشان كده ده حيلين كل التومية بتاعتي. وحبتدي همسك المضرب اليدوي أضربها. ملاحظة، عمرك ما تستعملي المضرب الكهرباء، استعمال المضرب الكهرباء حيضيع منك قوام البامية المفروكة، لأنه لازم تكون الحبيبات ظاهرة ولونة بمبة. هنا خلاص اللحمة استوت معايا على الآخر وبقت دايبة، بتقع خلاص من العظام بتاعتها. البامية المفروكة بالشمار السودانية أصلا بتتاكل بالكسرة، لكن أنا كان هنا ما عنديش كسرة وأنا بحبها بالعصيدة شديد، فجربوها البامية المفروكة بالشمار بالعصيدة واللحمة والشطة الخضراء، حاجة تحفة. بقى مش هقول لكم، دي الأكلة السمحة الشهية السودانية المعمولة من القلب لكل السودانيين الطيبين. شكرا كتير جدا لمشاهدة هذا الفيديو. لوصفات سودانية مصرية أفريقية أو أي وصفة إنجليزية، من فضلكم دعموني باللايك والشير والسبسكرايب لقناة هدية الأكل والخبيث، حتى ألقاكم في وصفة جديدة. يلا مع السلامة.